أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع سبتهاي مع السند كسود وانا وكا صباحنما أعلن سيدة ميديا وا صباحنما أربعة خضب حساسية ينصو سعد فضلاً نلاتشوك حق حساسية هايدا إكران تهليل أو دلب علوس أقود بسي محكمة سرى كدب دعوة فهد ياسين ما مقالي محمود قو هادا أيا ماركي أوه الرئيسي كهذا شي دعوة فهد ياسين أقود بيا محكمة سرى إدالكا حلي أيسان وحبكا قبانين كيسكي قبد إذا إكران تهليل أو فهد أو كمد أها إذا سنياشي ليس كاسي كنجري إدن بيقاسي لو هايستي خالي ايا كدل باتي قدوميا محكمة سارة ان او وحكا قبطو كيس كيكران تهليل او كل هوري اي نسا كسو قنانو داي ان اي ديلين الشباب كدبنا مركي اي اوغا عنق الشي ان كستو اي شايغتاي الشباب ان اي سن قبداسي ديلين ومد صوماليات وحان او شايغيا ان عدالت دي اي هل كاسي مريسو ماانتا ان فهد ياسين او ان قبل دي كتبايو انو محكمة تغي او دعوات فوري وح الدنيا در تيد كرسي انيغا وحا ايغا مقان خوف نول قبل دان ايا ايغا مقان او نولل ايجيري آن هينين او قعنتي ساكودن بيسي مالين والبا والا اسكا كي دبا وريجين ايا وح عدالة دهي او ايغا سو ناسا عدنا او مجيرو ايي تري سيلو كلا وحي ايان درقوت المامتي ان محكمة سري اي مانتا كرسي لرادي نيسو فهد ياسين او اساقو كو ايدي سن مقناشاها قبده ايدي اكران تهليل او كتير سنهد هيا دانيسا نينك محكمة دا اوغو وين واو مقل ايا نين وين او شرف ايا قيمة له ايا تهي الهاقا كعبسو محكمة دي قبده يريد او لواتاني افر جيرك ايهد ايدل كيدا ايدد كيدا واح او صوب براتي او مدح دي دلك اي نباتي سي واح اياتك قبا ويسي ما انت كرسي ايا لرادنا ميادن موادن اهين واح لغحي شوضا اي الهي كعبسو كدوميه تايدي وحكا قبا ييتري هادل كهو يلد شايقران تهليل ايا ايمان ايا كد مركي او فهد ياسين دعوت كدن نها قد ديگا فيد او قد بيي محكمة سره كد مركي قد ديگا او كرربي ليسك حلبانة دوران اي قادن ايا شهادة دا كواسي او قرشوه يهي ان لداري مالين تقميست اي افري التوان كبشاني سيكستبها اهاتي محكمة دا قعن كرمسكاهي تي فهد ياسين واي قاديسا لكن تي قبدي مقنات اي لقيي اي ان مدى اهل لغد دبو وريكتين اي ما ايسان قادنين تاسميا عدالت لديه كرا فهد ياسين كرسيجي سوان لرادين اينا لكن قبدي لديلي اي دعوة دلقيني خفنا اللهم الدبقل ايو امال مرادين ايو تاسميا عدالت اهي صومالي الله مغن بسم الله الرحمن الرحيم مدحونها جمهورية فدرالة الصومالية قدوميها قولها شعبك وسير كوحيقينك وسيارة دقا شان دقا قدهان قولها وسيرة دا هل كان فردية رئيس وزاره هوري جمهورية فدرالة الصومالية تلياشا عيدا مضا هل كان فردية كوة صومالية يكوة أمي صومبا سفير ردا بيش عالمك هل كان لفرديا حل دبانا دا لبدا قولي جمهورية فدرالة الصومالية اغا سمه قودة وسيارة دا قاشان دقا تلياشي خوري عيدا مدا خوك دالك الصومالية او ايغا نهوتي مانت هل كان لفرديا تلياها كلية دا تركي صوم دمان سراكيشا ابن دولياشي هوري عيدن كحوكة دلك الصوماليات وايقون هالكان الافردية دمان سراكي سرهياشا سراكيشا سراكي الحقينك الف ليدا يدب ليدا ميديها ورنتي ايقون هالكان الافردية قدهان مرتي شرفتا قيمها بطن حفلتان كسو قيبك شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان هذا اللي قمسو كوبي كرو runtii hilma hadalku ma jiro taliye xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliyaha taliye xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed walaalkay jeneraal Abbas Amin Cali oo runtii aad iyo aad ugu qiimo weyn mar kale salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib mudana madaxweyne mudayaal marwooyin waxa sharaf weyn inoo ah maanta inaad naga la soo qayb gashaan سند بوردي لحدن يلا بعد إكسو وريجتي أس أس كي عيدن كحوق دلك الصوماليات ورنتي أنو جنهاي أمضى الصوماليات قيمها
يميسان كايو فرديسو أغنى هينا اللبدي سنة عن صور عفني إن الله حسن سبب الحريرة قدر كفافها ترى كورونا فيروس أوجيس ما أنت أي إنه صورتك شيء وحما هذا سكال الله سبحانه وتعالى وأيتها اللبدي تبان كافري اللبدي كل لبعتني اللبدي إن أي نوع صورتك شو إن أنا سكوني ما هذا سنة جورة ده لحدني اللبات يكسر وريك تأساس في عيدك حقوق ذلك الصومالية آدي آديان رنتي إذا كجمع حد علينا وقت جينا قيمها بدن يكسر قيب جلكينا ورنتي عن نهديه كرنا وعيناته هذه الجلين وعيناته هاي محاها يشجع إن عن خروج دقاجنا هوليها تايا عن كجنا مدر ما دحوينا تام بركان تاعه جدبو هذه عن كل لابتو اسمها عيدك حقوق ذلك الصومالية رنتي وحصوم مرحلة كلا دوان مالن بمال أيو جوجي مانتي رنتي مال أيو سيجاري وعن رجينا إن شاء الله تعالى إذا نينان كسي ودي دونه سرنا وسي قادي دونه وعن حوجة سهرناي سي عيدا كحوجة تلك الصوماليات أيو نقطان هو حرف الله يالا فهمي كرا واجب كي مسؤولية دهريال جودنا كرا سي حب صملة وجودا كرا رمان حولها أيو حين سارين قرن كودا تبا بركة نوعي دي سكلا دوان لغوتا يينايو هيرركا كلا دوان عيدن كحوغا دالكا سوماليات سيدا سو كلا ايدانا وحان حوغا ساهناي قادة شدا اقوني هنو كسو قلن جميع جامع دا هدالكا او اسو جرا محوها ييشاق هير جامع داد يهير دوكسي ساري او انو كلا درناي كلية دها كلا دوان ودامدان صاحب دانا كواس او رنتي كوا بدن او كميدا او ودن كودة ديبو سولابت وحبرشاد ورنسي بولو كسو رميستي اي وحوين كبدلين hawlaha ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed kuwa badan oo kale oo wali ku maqanna aan aaminsanahay inay si guul ah ku soo dhameysan doonaan kana si dhaqaaji doonaan meesha ay maanta joogan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed sidaas oo kale mudan madaxweyne waxaan aydan runtii muddooyinka ugu dambeeyay xogta saarnay xirfadeynta iyo sara u qaadida oqoonta saraakiisha saraakiil xigeenka alif leeyda iyo dab leeyda ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed oo heerarka kala duwan loo tababaray ee waxa sidaas oo kale idan madaxweyne runtii aan xogga saarnay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaan ognahay marka laga hadlayo ciidamada muhiim waxa ugu weyn waa taakulaynta sidaas awgeed waxaan runtii xogga saarnay arimaha taakulaynta ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed haday noqon lahayd saadka haday noqon lahayd sanada haday noqon lahayd gaadiidka haday noqon lahayd caafimaadka dhamaan meelahaas iyo meelaha kale ayaan runtii xogga saarnay وعلى سعتان كنتي أسيجنا إن مدابعين كحوجة ذلك الصوماليات أو قصة على الرفوم يسوجر النوعية كل دول هذاي نقول هذاي دكيسة يا هذاي نقول هذاي هنتديسة انتبه أو أي جنا كنتي عنده كرنه وحلقة جار بولاد ووين أو كنتي عن هالكان جوسو كوبي كرين وعلقتهين دمان حبين كستا عيدا كحوجة ذلك الصوماليات كمذا وحين مرتي بيرسون الرفوم أو دمايستيرا أسيجوا وده دقة إلا هرمام taasna runtii waxaan aaminsanahay in ay heedo hawl aad iyo aad weyn ay heedo wada dheer oo runtii safarkeedu u dhib badnay laakiin ku soo dhamaatay si farxad iyo guula welina socota oo qaybaha ka dhiman insha Allah ta'ala aan dhameystir doon hadii Ilaahay ilaado waxaad ogtiin ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed maantay si sistematiga ayuu ku qaataa dhamaan xuquuqadkiisa waxaan uga mahadcelinayaa dhamaan hawlahaas ayiga ah in allaale iyo inta nagala qayb qaadatay oo xafiisyada kala duwan ah gaar ahaan waxaan uga mahadcelinayaa runtii oo ayagana garab weyn ugu siiyay ee muxuu ahaa ii sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaan madaxda kala duwan ee qaranka waxa halkaan iga muuqda wasiirka maaliyadda runtii oo la'aantii aanay noo qabsoomi lahayn hawsha ayada ah oo aan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tahay iyo dhammaan shaqaalihii runtii arintaas ka shaqeynayay oo aan aaminsanahay inay qayb weyn ka yihiin ee guulaha laga gaaray arrimaha reformka mudane madaxweyne sidaas oo kale intaa kaliya kuma eko waxaan ognahay inaan la dagaalamayno ururka argagixiso oo caalami ah oo aan ognahay inay yihiin diigmiirato ee daadinaya ee dhiigga ummadda Soomaaliyeed maalin walbana ku howlan dhagarta iyo qiyaanada ay ku samaynayaan ummadeenna iyo qarankeenna sidaas awgeed maadaama ay been ku sheegayaan arrimaha diinta islaamka mar walbana ay adeegsanayaan waxaan xoogga saarnaa arrimaha wacyigelinta oo aan ugu talagalnay dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo bulshooyinka intooda kaleba inta aan gaarsiin karno aydana runtii meelo fiican ayaan ka soo gaarnay oo ayagana runtii aan dhihi karo dhammaan
إذا عدى قرنك إذا عدى إذا ماذا قلبك سيدا ما نمدي هكلا رنتي وارنتا سيجانا سيابا قارقارا إنه قال شقي جرو على أن هذه عدد ما سنتهين ولنا أنو باهنا رنتي قعنت هذا إن أي قد بيان سلوا هذا قبته لما كان يجمير تبع قرنك أنا يوم مدين مدن يال يمروين دمان وحقبت كركو حسن الحريرة محاها يشجع حسكا يحريرك قولها وقار عيدن كحوق ذلك الصوماليات سدا سوك لا عيدنا وحبر بر صعدي واتوكتهم با لا تقالن كورهذا أرجع حسدا ورنتي إن مدة عن كل جهني أرجع حسدا تقال لقنا قاضي حول قاله أدو حوقنا وملا بدن لوجه حريجي ملا بدن أو حرمة بدن أي كل هاي إن لقو برجوريجي أن رجينا إننا إن شاء الله تعالى إن الحوجينه سينا دردر جلينه سأنو دبر جلينه أنو كسرنا ومدين سيهويين كصوماليات عروت الصوماليات أبياش الصوماليات يجودهان ومدين نوبا أي أقول نولادان شرف برواقه ينبت وعن ربارون تي أي جناين هل كان كحسو صاحب هذا بيش عالمك ورنتي عنده كرنو حقيقة تنكا أيجنا وحي كجيستين محاها يشيا جدي بديسكا هي ده ابنك جارهان عيدن كحوجة ذلك الصوماليات جعان آدي آد مهمة ورنتي عند رامي كرنو كالين تاي كل هايين هوليها صامرني لكن تان أي أيسن هين وأنا كترجمي لما يستركا وحي أبي هو بحنا عيدن كحوجة ذلك الصوماليات وعن ابنه ودنك تركيا صاحب هذا النهار كان مانتنا لفديا ورنتي عيدن كحوجة ذلك الصوماليات قيبك لدوان وآدي آد مهم واه سراكيل له سراكيل حجين له ألف لي يدب لي له سيابة كلا دوان تبى بره وسوسيي حتى أنا غلبيي أعرف في عيدن كوباهنا سدا سوكلا يجنا وحلا سعتان صاحب بدر مريكنكا وأيجنا هنتي سدا سوكلا يجنا عيدن كحوجة ذلك الصومالية كارهان عيدن كتنب أيجنا هنتي كالين آدي آد مهم كجستي تبى بركيسة غلبين تيس يجعن قوين تيس بين تاسبا نقل قيب قاتر هنتي إيودا ورنتي أيجنا أنلي النهاي aadi aad aad ma santihin ayagana runtii hawla badan nagala qayb qaatay waqti dhow inkastoo ay muxuu ahaay ii sheegay ay bilaabeen hawlahaas laakiin haddana hawlahoodu meel aad u fiican ay noo marayaan waxay qalabaynteedii kumbuleed la ay dhameeyeen afar urur oo ka tirsan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed afar kalena hadda ay bilaabi doonaan mashaariic badan oo kale oo ay ka mid yihiin dhismaha qaybaha ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ayagana way wadaan sidaas oo kale ayagana waxaan rabaa ayagana inaan mahad celiyo UK oo sidaas oo kale ayagana runtii ayaguna ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta lixdanaad ka geystay taageero isugu jirta tababar iyo qalab intaaba isugu jirta iyo sidaas oo kale hay'ad kale ayagana oo si toos iyo si dadbanba looga qayb qaatay dib u dhiska ciidanka sidii UNSOM UNSOS UNMAS iyo guud ahaan hay'adaha kale saaxiibadeena waxaan rabaa ayagana inaan halkan aan uga mahadceliyo saaxiibadeena AMISO oo runtii aan dhihi karno qofka bilaaniga waxa uu bixiyay waxa uu qaalisan dhiga waxay noo bixiyeen dhigooda waxaan ognahay wiilal iyo gabdha ayaa halkan uga dhintay oo iyagoo doonaya nabadda iyo horumarka Soomaaliya raadina ayana in qaran Soomaaliyeed markala u cagayso ku istaago aad iyo aad ayaguna u mahadsan yihiin runtii wali waxaan hor yaalla saaxiibadeena inaan iska kaashanno hawl aad iyo aad weyn oo ay ugu horeyso la dagaalanka argagixisada waxaan ognahay AMISOM hadda inay u gudubtay isbuuc ka horeen la ansixiyay AMIS oo ay transition naqatay una baahan runtii saaxiibadeena qaaliga si ay u xaqiijiyaan wixii ay halkan u yimideen taariikhdan ay u gasho wixii ay halkan ka qabteen oo aanay u gelin baalmadow waqtiga u haray in ay runtii xoogana la saaraan dabargoynta nimanka arxanlaawayaasha ah ee dhiga umadeena miiranay waxaan rabaa runtii inaan ayagana halkan aan uga jeediyo tacsi guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiil saraakiil xigeen alif lay iyo dabley intii ku geeriyootay intii ay la dagaalamayeen ururada argagixisada ee arxanlaawayaasha ee dhigmiiratada intii ay ka dulqaadayeen umadooda iyo bulshadooda saaxiibadii nooga geeriyooda waxaan leenahay ilaahay idin naxariisto insha allahu tacaala waxaan xaqiiji doonaa hadafkii dhageysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.